من الذي يرسم خارطة المواكب والتظاهرات في السودان؟ توقيتاتها ومساراتها؟ سؤال يتبادر في أذهان البعض. إنهم أعضاء تنسيقيات لجان المقاومة. هذا مكان يلتقي فيه عدد من أعضاء لجان المقاومة للنقاش والتخطيط والتصعيد، ومن ثم التنسيق بينهم في اجتماعات سرية لوضع المسارات والجداول التصعيدية، والتي اتخذت طابعا طويل المدى بعد أحداث 25 من أكتوبر. التصعيد القائد يتم ده ما عنده أي سقف إلى ما لا نهاية لحد ما تتحقق مطالبنا. ما عندنا أي تواصل أو اتصال مع أي تنظيم سياسي، لأنه الشارع الآن بقى بقود نفسه. خياراتنا الماشين فيها احنا كالشارع هو إبعاد العساكر من السلطة، وده ما عدا لأنه بيفتكروا لما نقول العساكر كأنه إساءة، لا، بس لأنه أنت ما مكانك تحكمنا. يبدو أن الهدف لدى لجان المقاومة ليس تسيير المظاهرات فقط، إنما القيام بأعمال توعوية وخيرية واجتماعية واستمرار إضعاف الأحزاب السياسية. إذا أردنا أن نقتلع الأحزاب فما بنقدر نضعف قولاً إلا بالفعل عبر انتخاب، سواء كان تأتي مغاطعتها في الصناديق أم يكون هنالك كيان قوي يدفع بقوة شعبية تضعف الأحزاب. وإن قل العنف في التظاهرات الأخيرة، إلا أن المخاوف والمطالب هي ذاتها لم تتغير. بعد اتفاق حمدوك والبرهان حوالي حدث هنالك 3 من الشهداء وعدد من الجرحى، ولكن نزل نحن كقوة ثورة ثابتين في مبدأنا هي إعادة هيكلة المنظومة العسكرية. بين فترة وأخرى تنظم التنسيقيات أعمالا مختلفة وترفع شعارات متنوعة. هؤلاء النسوة أردن إيصال رسائلهن بطريقتهن. نحن وقفنا وقفة دي جزء من احتفانا بشهر ديسمبر المجيد بثورة المجيد المتفردة، واحدة من التضامن مع المكونات الأخرى في اصطفافة خلف الهدف الأسمى اللي هو الوصول إلى مدنية ديمقراطية عادلة. ديسمبر شهر تتجدد فيه ذكرى اندلاع الثورة التي أطاحت بنظام البشير، ولخصوصيته تتسابق فيه الخطوات السياسية والميدانية من أجل الحفاظ على مكتسبات الثورة، ولكن كل على طريقته. لينا يعقوب، العربية، الخرطوم.